الحي الذي لا يموت الذي قام الأموات وصاص الموت ارحمنا. المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وكل أمين. أيها الثالوث القدوس ارحمنا، أيها الثالوث القدوس ارحمنا، الثالوث القدوس ارحمنا. يا رب اغفر لنا خطايانا، اغفر لنا أسنا، اغفر لنا زلتنا، نفتقد مرضى شعبك، أبائنا وإخواتنا الذين رقدوا. يا من هو بلا خطية يا رب ارحمنا، يا الذي بلا خطية يا رب أعنا. يا رب ارحم، يا رب ارحم. أبانا الذي في السموات ليأتي ملكوتك، خبزنا كفافنا أعطينا اليوم، واغفر لذنوبنا وصلينا خلف تجربنا الشريرة وصلنا. السلام لك نسألك أتى القديس الممتلئ منك العذراء كل حين وتلام، أم المسيح السادي صلواتنا إلى ابنك الحبيب لغفر لنا خطايا. السلام التي ودت لأنه الحقيقي المسيح لنا عذراء القديس، أسأل الرب عنا عذراء مريم شفيع الأمينة لجنس البشرية. سلام لك العذراء الملكة الحقيقية، ولدت لنا عمانوئيل، نسألك اذكرينا في خطايانا. زكساس يؤوس، زكساس يؤوس، فصل بشارات معلمنا ماري متى البشير والتلميذ الطاهر، بركات على جميعنا امين. فلما ابصر الجموع صعد الى الجبل، وعندما جلس تقدم اليه تلاميذه فتح فاه وعلمهم قائلا: طوبى للمساكين بالروح لان لهم ملكوت السماوات، طوبى للحزان الان لانهم يتعزون، طوبى للودعاء لانهم يرثون الارض، طوبى للجياع والعطاش الى البر لانهم يشبعون، طوبى للرحماء لانهم يرحمون، طوبى لأنقياء القلب لأنهم يعينون الله، طوبى لصانع السلام لأنهم يدعون أبناء الله، طوبى للمطرودين من أجل البر لأن لهم ملكوت السماوات، طوبى لكم إذا طردوكم وعيروكم وقالوا فيكم من أجل كل شر كاذبين، افرحوا وتهللوا لأن أجركم عظيم في السماوات، فإنهم هكذا طردوا الأنبياء الذين كانوا قبلكم. أنتم ملح الأرض، فإذا فسد الملح فبماذا يملح؟ لا يصلح بعد لشيء إلا لأن يطرح خارجا وتدوسه الناس. أنتم نور العالم، لا يمكن أن تخفى مدينة كائنة على جبل، ولا يقودون سراجا ويضعونه تحت المكيال، بل يضعونه على المنارة فيضيء لكل من في البيت. هكذا فليضيء نوركم قدام الناس لكي يروا أعمالكم الصالحة فيمجدوا أباكم الذي في السماء. والمجد لله دائما أبدا أمين. تنقشتمك بخريستوس نبكيوتن أغاسوس نبميس وأبجاك إيك صوتي منينان. يا من في اليوم السادس ساعة ستصمرت على الصليب من أجل الخطية التي تجرأ عليها أبونا آدم في الفردوس، مس ساق خطايا المسيح الآن ونجنا. أنا أسف اليدني صلي قدامك يا رب كقولك فهمني تدخل أنا صرخت الله ورب سمعنا، اللهم استجب صلاتي ولا ترفض طلبتي، التفت إلي واسمعني عشية وباكر وقت الزور كلامي أقوله فأسمع صوتي وخلص نفسي بسلام. يا يسوع المسيح إلهنا الذي سمرت على الصليب في الساعة السادسة وقتلت الخطية بالخشبة، أحييت الميت بموتك الذي هو الإنسان الذي خلقته بيديك الذي مات بالخطية، اغتل أوجعنا بألامك الشافية المحية وبالمسامير التي سمرت بيها انقذ عقولنا من طياشة الأعمال الهيولية والشهوات العالمية لتذكر أحكامك السمائية كرأفتان. ليس لنا دالة ولا حجة ولا معذرة من أجل كسر خطوانا، فنحن بك نتوسل الذي ورد منك. كثيرة هي شفاعتك يا وتلاء العذراء، كأنها كثيرة هي شفاعتكم مقبولة عند مخلصنا. أيتها الأم الطهرة لا ترفض الخطى من شفاعتك عند الذي ولد منك، لأنه رحوم وقاد عن خلصنا. تألم من أجلك ينقذنا فلتدركنا رأفاتك سريعا، لأننا قد تمسكنا جدا. أعنا الله من أجل مجد اسمك يا رب، نجينا في الخطايا من أجل اسمك القدوس. صنعت خلاصا في وسط الأرض كلها أيها المسيح إلهنا عندما بسطت إليك الطاهرتين على عود الصليب، فلهذا كل الأمم تصرخ قائلة: المجد لك يا رب. نسجد لشخص غير الفاسد أيها الصالح طالبين مغفرة خطايانا أيها المسيح إلهنا، لأنك من مشيئتك سررت أن تصعد على الصليب لتنجي الذين خلقتهم من عبودية العدو. نصرخ إليك ونشكرك لأنك ملأت الكل فرحا أيها المخلص،
لما أتيت لتعين العام يا رب المجد لا كانين كايك صوصيون الصنيون آمين. أنت أن ممتلئ نعمة يا والدة الإله العذراء نعظمك، لأن من قبل صليب ابنك انهبط الجحيم وبطل الموت. أمواتا كنا فنهضنا واستحققنا الحياة الأبدية من نعيم الفردوس الأول. من أجل هذا نمجد بشكر غير المائت المسيح إلهنا. نعظمك يا أم النور الحقيقي ونمجدك أثرى وصلك تأخر وصوص المجد سيدنا ولك المسيح فخر وصول إكليل الشهداء تنس سفين سبات كنائز وقرص نبشر بسلوس قدوس داود. يا رب رحمي بالحقيقة نؤمن بإله واحد الله الآب ضابط كل خالق السماء والأرض ما يرى ما لا نرى. نؤمن رب واحد يسوع المسيح من الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور نور من نور الأحق ملاحق مولود غير مخلوق مساوي الآب في جور الأزبي كان كل شيء هذا لازم نجدنا نحن البشر نقول خلاص نزل من السماء تجسد بروح مع عذراء تأنس صلب معنا على هذا الرسول تألم القبر أقام الأموات في اليوم السادس كما في كتب صعد للسموات وجلس على اليمين ودنت في مجده الذي من الحياة والأموات الذي يسقط نعم نمر روح القدس الرب من بصم الآب نزل ونجده مع الآب النار في الأنبياء في كنيس واحد مقدسة جامعة صلية ونعترف موضية واحدة وانتظروا قيامة الأموات حياة الدار الآتي آمين. نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا واغفر لنا خطايانا آمين. كيني ليسون كيني ليسون كيني ليسون كيني ليسون كيني ليسون يا رب ارحم كيني ليسون كيني ليسون ارحمنا يا الله كيني ليسون كيني ليسون اسمعنا وارحمنا كيني ليسون كيني ليسون كيني ليسون كيني ليسون كيني ليسون يا رب ارحم كيني ليسون كيني ليسون ارحمنا يا رحمنا يا الله كيري ليسون كيري ليسون اسمعنا ورحمنا كيري ليسون كيري ليسون كيري ليسون كيري رب الصبوات السماء والأرض كرامة الحمد يا سلوس كدوس الحمد يا رب قوات قوات معنا أنا والأسمعين في شدد نقطة فاك الوقت وصفة ساعة صلى الله بالصلاة اللي فعلنا مع نوتفان الكفية والزهر باسمك القدوس الذي علينا كرحمتك رب سقطان أبانا الذي في السماوات قدس اسمك يا تبا قلت لك مشيئتك كما في السماء كذلك الأرض كذلك وتعطينا اليوم وكل لنا ذنوبنا كما نغفر نحن المذنبين إليك و المطاي وطاي نمو انت
بنجيت رياس في اوتي بشيرين بابن مؤث او ويرين نموكو تجنت وين مفاصس او ابن كاسوليكن ابوستوليكن كنيسيا انت فنوتي امين. اذكر يا رب الذين قدموا لك هذا القراب والذين قدمت عنهم والذين قدمت بواسطاتهم أعطهم كلهم إلى أجر السماء. صلوا من أجل هذه القرابين المقدسة وتقدماتنا والذين قدموا يا رب ارحم. ليلو يا جيف مفي نورو مفي ونيلك إبو ليب تشوي صويب صوك بنتي ومي في افير شاينا نيسي سياني بروس فورا شوبو إروكا اللي آمين. إثبتي راجيوس أوسيوس أجيوس ابن ماجيون آمين. فلوجيتوس كريوس أوسيوس إستوسيوناس آمين. نيثنوس تيروز مو إبشويس ماروز موروفن جينيلاوس تيرو جيفيث نايتا غرويريغون اوه تمث من تيب شو يسيب شو بشو اني امين. اللو يا سبتريك ايوك اجيوم نوماتي كننك اي كسوس اونا سون اونا امين. ومن أجل كل حال وفي كل حال لأنك سترتنا وأنتنا وحفظتنا وقبلتنا إليك وأشفقت علينا وعضدتنا وتأتى بنا إلى هذه الساعة. اطلبوا لك يرحمنا الله ويترافع علينا ويسمعنا ويعيننا ويقبل إليه سؤالات وطلبات قدسي منهم بالصلاة عنا في كل حين وأن يجعلنا مستحقين أن ننال من شركة أسراره المقدسة الطاهرة السامية لمغفرة خطايانا. يا رب ارحم. من أجل هذا نسأل من صلاك يا محب البشر
امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أمحاتنا بكل سلامين وخوفك، كل حسد وكل تجربة وكل فعل الشيطان ومغارة الناس الأشرار وقيام الأعداء الخافين والظاهرين، انزح عنا وعن سائر شعبك وعن هذه المائدة وموضعك المقدس هذا. نيزي صنف نيمتر نوفري صاني مونان جئن صب دبكاتين برشيشنان هومي جني هو اوف نم نتشيلي نم ايجن تيغم ترسن تبي غوجي يا رب خدام هذا اليوم أبي الكاهن إخوتي الشمامسة كليروس والشعب، ضع في يكونوا محللين فم الثالوث القدوس الآب والابن والروح القدس، فم الكنيسة الوحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية أفواه الاثنى عشر رسول، فم الناظر الأنجيل مرقس الرسول الطهروشي البطريرك القديس ساويروس معلمنا سكورس القديس أسناس الرسول القديس بطرس خاتم الشهداء القديس يوحنا زبي فم قديس غرغورس كيريلوس القديس باسيلوس أفاس 318 مكتمين بنيقو 150 بقسطنطين 200 بأفاس، فم أبينا الطبا والمكرم رئيس الأسقفة البابا المعظم بطرس الثاني، وفم أبي الكاهن الحاضر معنا، فم حقارة مبارك مملوء مجدا اسمك القدوس. Oh,
بولنتين النوبي هيت اني امشي انت نشوي سيني وتين عبوس طولوس نمم سيبي انتني ما سيتي سيبي شوي صاني مطنان بكم ابول انتن النوبي هيتني امشي انت بسئوري موسن بانجي لستيس ماركو في أبوستولوس بچوي سر مطنان بكو بولنتين النوبي هيتني امشي انت بعرشي زي اكونن اسمارو تستيفا نص بي شرب موار تيرو سيبن شوي صاني مطنان بكو ابول انتن النوبي هيتني امشي انت باصلو بروس مارتي روز بشوي سيب اورج اورجيو سبچوي سر مطنان بكو بولنتين النوبي هيتني امشي انت باصلو فروس مارتي روز ابامي نا انتني فايتي بنسوي أنا مطنان بكوي بولنتين النوبي هيتني امشي انتني ياس او بنتي باي ايه او بي او كطبيب را نبتشوي سرقه مطنان بكوي بولنتين النوبي تنو امشي عرب ونخم بني وتي طاي وتن عرشي عرف سيبا أبا طواد روسي بن شويس عرب مطمان بكو ابول انتن النوبي تنو البولس فصل من رسالة بولس الرسول الثانية إلى أهل تسالونيكي. بركاته تكون معي ومعكم يا أبائي وأخواتي أمين. ونسألكم أيها الإخوة مجيء ربنا يسوع المسيح واجتماعنا إليه أن لا تتزعزعوا سريعا عن ذهنكم ولا ترتاعوا لا بروح ولا بكلمة ولا برسالة كأنها منا كأن قد حضر يوم الرب. لا يخدعنكم أحد على طريقة ما لأنه لا بد أن يسبق الارتداد أولا ويظهر إنسان الخطيئة ابن الهلاك المعاند المرتفع فوق كل من يدعى إلها أو معبودا حتى إنه يجلس في هيكل الله مظهرا نفسه أنه إله. ألا تتذكروا إني لما كنت عندكم قلت لكم هذا والآن قد علمتم ما يحجز حتى يستعلن في وقته لأن سر الاسم الآن يعمل فقط إلى أن يرفع من الوسط الذي يحجز الآن وحينئذ يستعلن الأسيم الذي سيبيده الرب يسوع بروح فمه ويبطله بظهور مجيئه الذي مجيئه بعمل الشيطان بكل قوة وكل آيات وعجائب كاذبة
وبكل خديعة الظلم في الهالكين، لأنهم لم يقبلوا محبة الحق حتى يخلصوا، ولذلك يرسل الله إليهم عمل الضلال حتى يصدقوا الكذب ويدان جميع الذين لم يؤمنوا بالحق بل ارتدوا بالإثم. أما نحن فيجب علينا أن نشكر الله كل حين من أجلكم أيها الإخوة المحبوبون في الرب، لأن الله اختاركم باكورة للخلاص بتقديس الروح وتصديق الحق، للذين دعاكم إليه بإنجيلنا لاقتناء مجد ربنا يسوع المسيح. فإثبتوا إذن أيها الإخوة وتمسكوا بالتقاليد التي تعلمتموها إما بكلامنا وإما برسالتنا، وربنا يسوع المسيح نفسه والله أبونا الذي أحبنا وأعطانا عزاء أبديا ورجاء صالحا بالنعمة يعزي قلوبكم ويثبتكم في كل كلام وعمل صالح. نعمة الله الآب فلتحل على أرواحنا يا أبائي وإخواتي، آمين. سيكون من رسالة بطرس الرسول الثانية بركات علينا، آمين. هذه رسالة ثانية أكتبها إليكم يا أحبائي التي فيها أنهض بتذكرة ذهنكم النقي لتذكروا الأقوال التي قالها سابقا الأنبياء القديسون ووصية رسل ربنا ومخلصنا، عالمين هذا أولا، إنه سيأتي في آخر الأيام قوم مستهزئون يسلكون على حسب شهواتهم قائلين أين هو موعد مجيئه، لأنه منذ رقد الآباء هكذا يبقى الكل كما كان منذ بدء الخليقة، لأن هذا يخفى عليهم بإرادتهم، لأن السماوات كانت منذ القديم والأرض القائمة من الماء وفي الماء بكلمة الله، وبتلك أغرق في الطوفان العالم الذي كان حينئذ فهلك. أما السماوات والأرض التي هي الآن فإنهما مذخورة بتلك الكلمة عينها ومحفوظة للنار إلى يوم الدين وهلاك الناس المنافقين. ولكن أيها الأحباء ينبغي أن لا يخفى عليكم أمر، وهو أن يوما واحدا عند الرب كألف سنة وألف سنة كيوم واحد. إن الرب لا يبطئ بوعده كما يظن قوم أنه سيتباطأ، لكنه سيتأنى عليكم، وهو لا يريد أن يهلك أحد بل أن يقبل الجميع إلى التوبة. ولكن سيأتي يوم الرب كصارق الذي فيه تزول السماوات بضجيج وتنحل العناصر المحترقة وتحترق الأرض والمصنوعات التي فيها. فإن كانت هذا ستنحل، فأي سيرة مقدسة وتقوى يجب عليكم أن تتصرفوا فيها منتظرين ومستعجلين مجيء يوم ظهور الرب الذي به تحترق السماوات وتنحل العناصر وتضرم وتزول. ولكننا بحسب وعده ننتظر سماوات جديدة وأرض جديدة يسكن فيها البر. لذلك يا أحبائي فيما ننتظر هذه فاجتهدوا أن توجدوا لديه في السلام بلا دنس ولا عيب، واحسبوا أنات ربنا خلاصا كما كتب إليكم أيضا أخونا الحبيب بولس على حسب الحكمة التي أوتها، كما في رسائله كلها أيضا متكلما فيها عن هذه الأمور التي فيها أشياء عصرت يحرفها الذين لا علم لهم وغيرة الثابتين كباقي الكتب التي تسوقهم إلى هلاكهم. فأنتم إذن يا إخوتي إذ قد سبقتم فعلمتم فتحفظوا لألا تتقاضوا بضلال الجهال فتسقطوا من ثباتكم، وإنموا في نعمة ومعرفة ربنا ومخلصنا يسوع المسيح الذي له المجد الآن ويوم الظهر، الآمين. لا تحبوا العالم ولا الأشياء التي في العالم، لأن العالم يزول وشهواته معه، أما من يعمل بمشيئة فإنه يبقى إلى الأبد، آمين. قريبا مبي أوباتو Oh, man.
عشان ايه خنتك ميتو وروك اسمارو البيروكسيس فصل من أعمال أبائنا الرسل الأطهار بركاتهم تكون معنا جميعا أمين. فمن ثم أيها الملك أغريباس لم أكن معاندا للرؤية السماوية، بل بشرت أولا للذين في دمشق وأورشليم وأرض اليهودية كلها ثم الأمم أيضا بأن يتوبوا ويرجعوا إلى الله عاملين أعمالا طليق بالتوبة. ولذلك أمسكني اليهود في الهيكل وحاولوا أن يضعوا أيديهم علي، لكني حصلت على عون من الله وقفت إلى هذا اليوم شاهدا للصغير والكبير، ولم أقل شيئا غير ما قاله الأنبياء وموسى أنه عتيد أن يكون من أن المسيح سيتألم ويكون أول قيامة الأموات، مزمعا أن يبشر بنور للشعب والأمم. فلما قال هذا قال فيستوس بصوت عظيم: قد جننت يا بولس، الكتب الكثيرة تحولك إلى جنون. فقال: إني لست بمجنون أيها العزيز فيستوس، ولكني أنطق بأقوال الحق والحكمة، والملك الذي أنا بين يديه أتكلم بجرأة هو عارف بهذه الأمور، ولا أظن أن يخفى عليه شيء منها، لأن ذلك لم يحدث في زاوية. هل تؤمن بالأنبياء أيها الملك أغريباس؟ أنا أعلم أنك تؤمن بهم. فقال أغريباس لبولس: إنك بقليل تقنعني أن أصير مسيحيا. فقال بولس: كنت أصلي لله أنه بقليل وبكثير ليس أنت فقط بل أيضا جميع الذين يسمعونني اليوم يصيرون هكذا كما أنا ما خلى هذه القيود. فنهض الملك والوالي وبرنيكي والجالسون معهم، وفيما هم منصرفون تحدثوا فيما بينهم قائلين: إن هذا الرجل لم يصنع شيئا يستوجب الموت أو القيود. فقال أغريباس لفيستوس: كان يمكن أن يطلق هذا الرجل لو لم يكن قد رفع دعواه إلى قيصر. ولما حكم أن نطلع إلى إيطاليا سلموا بولس وقوم الآخرين مقيدين إلى قائد ما اسمه يوليوس من فرقة سباستية، فركبنا سفينة إدراميتينية وأقلعنا مزمعين أن نسافر مارين بالمواضع التي في آسيا. وكان معنا أرسترخوس المقدوني من سالون، وفي اليوم الآخر وصلنا إلى صيدا. فعمل يوليوس بولس بفرفك وأذن له أن يذهب إلى أصدقائه ليحصل على عناية منهم. ولما أقلعنا من هناك سافرنا من جهة قبرص لأن الرياح كانت مضادة لنا. وإذ أقلعنا من اللجة التي قبلت كليكية وبنفيلية أتينا إلى الأسترة التي لكليكية، وهناك وجد قائد الماء سفينة من الأسكندرية سائرة إلى إيطاليا، فأصعدنا إليها. فسرنا سيرا بطيئا أياما كثيرة، وبالجهد بلغنا قبلت كونيدوس لأن الريح كانت تمنعنا. فسرنا إلى كريت مقابل سلمونة، ولما تجاوزناها بالجهد جئنا إلى موضع يسمى الموانئ الحسنة التي بقربها لاسية. لم تزل كلمة الرب تام وتكسر وتعتز وتثبت في بيت الله المقدس. أمين. بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. اليوم الثالث عشر من شهر برمات المبارك، أحسن له استقباله وأعادوا علينا نحن هدوء وسلام واطمئنان مغفور الخطايا والأثام من قبل مراحم ربي أبائي أخوتي أمين. في مثل هذا اليوم من سنة 36 للشهداء سنة 320 ميلادية استشهد القديسون الأبرار 40 شهيدا بمدينة سباستية ببلاد سوريا، كانوا قادة في فرقة رومانية تحت قيادة ليسياس الوثني، وامتنعوا عن الاشتراك في تقديم الذبائح للأوثان، فاستدعاهم الوالي فاعترفوا أمامهم بالسيد المسيح فهددهم بتجريدهم من مناطق الجنودية، فأجابوا: خير لنا أن نخسر مناطق جنديتنا ولا نخسر يسوع المسيح إله. فارسلهم إلى السجن حيث قضوا الليل كله في مصف الصلاة، وظهر لهم ملاك الرب يشجعهم ويقويهم على الثبات حتى النهاية لنيل أكليل الشهادة. بعد ذلك استحضرهم الوالي وأمر رجمهم بالحجارة،
فكانت الحجارة ترتد على الضاربين، وكان بالقرب منهم بحيرة ماء متجمدة، فأمر بطرحهم فيها فتقطعت أعضاؤهم من شدة البرد، وكان بجوار البركة حمام ماء ساخن، فضعف إيمان أحدهم وصعد هذا إلى الحمام فانحلت أعصابه ومات. أما الباقون فرأى أحد الحراس ملائكة نزلوا من السماء بيدهم أكليل وضعوها على رؤوسهم، وبقى إكليل بيد الملاك، فحركت نعمة الله قلب الحارس ونزل إلى البركة وهو يصيح أنا مسيحي، فنال الإكليل الذي كان معلقا بيد الملاك وانضموا جميعهم إلى صفوف الشهداء. فأمر الوالي أن يحملوا أجسادهم ويطرحوها في البحر، وفي اليوم الثالث ظهر الأسقف سباستية وقالوا له هلم إلى البحر وخذ أجسادنا، فقام وأخذ الكهنة فوجد الأجساد فحملها باحترام ووضعها في مكان خاص، وخرجت منهم قوات وآيات كثيرة فشاع ذكرهم في كل الأقطار، بارك صلواتهم فلتكن معنا أمين. وفي أيضا من سنة 264 ميلادية تنايح القديس البابا ديوسيوس البطريرك الرابع عشر من بطاركة الكرازة المرقسية، ولد هذا الأب بالإسكندرية في أواخر القرن الثاني الميلادي من أبوين يعبدان الكواكب، وقد اهتم بتعليمه كل علوم الصائبة، ولكنه كانت لديه الاستعدادات القلبية الصادقة. ويوما ما مرت به امرأة عجوز مسيحية مع كراسة مكتوب فيها بعض رسائل معلمنا القديس بولس الرسول، فاشتراها منها وقرأها وأعجب بها، وطلب من العجوز البقية فقدمت له ثلاث رسائل أخرى. ولما شعرت برغبته الشديدة في القراءة والمعرفة قالت له اذهب إلى الكنيسة فتجد فيها من يعطي لك هذه المعرفة الروحية مجانا، فسمع لقولها وذهب، وهناك تتلمذ على يد شماس يدعى أغسطين وقرأ رسائل معلمنا بولس الرسول، ثم مضى إلى البابا ديمتريوس الاثناشر وأعلن إيمانه أمامه بالسيد المسيح فعمده البابا، ثم التحق بالمدرسة اللاهوتية ونبغ في العلوم المسيحية فمنحه البابا رتبة الشماسية. ولما جاء بابا ياركولاوس رسمه قصا وقلده رئاسة المدرسة اللاهوتية، فداوم على التعليم والوعظ وتعميد من يقبلون الإيمان. ولما تنيح البابا ياركولاوس وقع الاختيار على القس ديونيسيوس، فرسم بطريركان يوم أول طوبة سنة 246 ميلادية، فرعى رعاية المسيح بكل أمانة. ولما أثار ديونيسيوس قيصر الاضطهاد على المسيحيين أراد القبض على البابا ديونيسيوس فهرب، ولما مات ديونيسيوس تاب البابا للقيصر غالوس فهدأ الاضطهاد، ولكن ظهر نوع آخر من الجهاد أمام البابا وهو محاربة الهراطقة، فتقاوما بدعتي سبيليوس وبولس السماسواطي. وبعد أن تم البابا جهاده تنيح بسلام بعد أن كتب عدة رسائل إيمانية ما يزال أغلبها محفوظا الآن، بركة صلواته فلتكن معنا أمين. وفي أيضا من سنة 92 للشهداء عاد القديسان مكاريوس الكبير والمكاريوس الإسكندراني من منفاهما بجزيرة فيلة بأعالي الصعيد، وقد نفاهما إليهما الملك فالانس الأريوسي، وكان أهل تلك المدينة يعبدون الأوثان. قد ألحقوا بالقديسين عذابات شديدة لمدة 3 سنوات، وحدث أن دخل الشيطان في ابنة الكاهن الوثن بتلك الجزيرة فتعبها جدا، فتقدم القديس مكاريوس الكبير وصلى عليها فشفاها الرب صلواته، فآمن كاهن الوثن وكل أهل الجزيرة بالسيد المسيح. وعلمهم القديسان حقائق الدين المسيحي وعمدهم ليلة عيد الغطاس، وحولوا البرابي التي في الجزيرة إلى كنيسة وصلى فيها القديسان وناولاهم الأسرار المقدسة. وعندما أراد العودة لم يعرف الطريق فظهر له ملاك وصار معهما يرشدهما حتى وصل إلى الكنيسة ومنها إلى برية شهيد، فتلقاهما الرهبان بفرح شديد، بركة صلواتهم فلتكن معنا ولا ربنا المجد دائما أبديا أمين. ميغال وأرشيرس إيه الصوم
سوز به اخر سوز ارني سبين اري اغون Stavro dis dimes elei sonim.
ساجيوس أوسيوس أجيوس الشيروس أجيوس أساناتوس وأناستاسيس تونيكرو كيان السويسوس أورانوس إليسون مزوك سابتري Son e vibrus of Christo city erene passi che tom neumate رب يسوع المسيح هنا الذي خاطب تلاميذ القديسين ورسل أطهار المكرمين قائلا إن أنبياء وأبرارا كثيرين اشتهوا أن يروا ما أنتم ترون ولم يروا وأن يسمعوا ما أنتم تسمعون أم لم يسمعوا أم أنتم فطوبى لعيونكم لأنها تبصر ولأذانكم لأنها تسمع فلنستحق أن نسمع ونعمل بنجيلك المقدسة بطلبات قديسك صلوا من أجل الإنجيل المقدس يا رب يا سيدنا كل الذين أمرونا أوصونا أن نذكرهم في تضرعاتنا وطلبات التي نرفعها إليك أيها الرب إلهنا الذين سبقوا فرقدوا يا رب نيحهم المرضى اشفيهم لأنك أنت وحياتنا كلنا وخلاصنا كلنا ورجاؤنا كلنا وشفاؤنا كلنا وقيامتنا كلنا أمام الله وانصتوا لنسمع الإنجيل المقدس فصل من بشارة الإنجيل لمعلمنا مار يوحنا البشير التلميذ الطاهر بركاته على جميع وبن سوتير وبن أوروتينين إيسوس بخريسوس إبشيني ببنوتيت أونخ بيون أبشايني بأفا بنوتي بي غمصان سيكيري من مزامير أبينا داود النبي والملك بركاته على جميعنا
يحب الرحمة والحق امتلأت الأرض من رحمة الرب. بكلمة الرب تتجلى السماوات وبروح فيه كل قواتها. باسم الرب إله القوات ربنا وإلهنا ومخلصنا ومخلص نفوسنا ربنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد الدائم اليهود. فصعد يسوع إلى أورشليم وكان في أورشليم عند باب الضأن بركة تسمى بالعبرانية بيت حزدا لها خمسة أروقة. وفي هذه كان مطروحا جموع من المرضى عمي وعرج ويابثون وكانوا يتوقعون تحريك الماء. وكان ملاك ينزل كل أوان في البركة ويحرك الماء وكل من ينزل أولا بعد تحريك الماء يبرأ من كل مرض به. وكان هناك رجل قد قضى 38 سنة في مرضه. فلما رأى يسوع هذا مضطجعا وعلم إنه قضى زمانا كثيرا قال له أتريد أن تبرأ؟ أجابه المريض وقال يا سيد ليس لي إنسان حتى إذا تحرك الماء يلقيني في البركة. فبينما أنا آت ينزل قدام أخو قال له يسوع قم احمل سريرك وامشي. فللوقت برئ الإنسان وحمل سريره ومشى. وكان ذلك اليوم سبتا. فقال اليهود للذي شفي إنه سبت لا يحل لك أن تحمل سريرك. فقال لهم أن الذي أبرأني هو الذي قال لي احمل سريرك وامشي. فسألوه من هو الإنسان الذي قال لك احمل سريرك وامشي؟ أما الذي شفي فلم يكن يعلم من هو لأن يسوع كان قد خرج إذ كان في ذلك الموضع جمعون. وبعد هذا وجده يسوع في الهيكل فقال له ها قد برئت فلا تخطئ بعد لئلا يكون لك شر أكثر. فذهب الإنسان وقال لليهود أن يسوع هو الذي أبرأني. فمن أجل هذا كان اليهود يضطهدون يسوع لأنه كان يصنع هذا في السبت. فمن أجل هذا فقال لهم يسوع أبي يعمل حتى الآن وأنا أيضا أعمل. فمن أجل هذا كان اليهود يطلبون أن يقتلوه ليس لأنه ينقض السبت فقط بل لأنه كان يقول أن الله أبي
مساويا نفسه بالله. صوفيا صبرس خومين كريا ليسون كريا ليسون قنا مسمع مين. بالحقيقة نؤمن بإله واحد الله الآب ضابط الكل خالق السماء والأرض ما يرى وما لا يرى. نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله المولود من الآب قبل كل الظهور، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساوي للآب في الجوهر الذي به كان كل شيء. هذا الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء، تجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء، وتأنس وصلب عنا على عهد بيلاطس، تألم وقبر وقام بين الأموات في اليوم الثالث كما في الكتب، وصعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبيه، وأيضا يأتي في مجدي ليدين الأحياء والأموات الذي ليس لملك انقضاء. نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب، نسجد له ونمجده مع الآب والابن الناطق في الأنبياء، كنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية، ونعترف معمودية واحدة لمغفرة الخطايا، وننتظر قيامتنا موان وحياة الضالي أخطيت يا أبائي أختي سامحني، أخطيت يا أبائي حلي، شليلي فلوجيتي، إيبي بروسف كيس، إيبي بروسف شيس توسيتي، سلام لجميعكم، ولروحك رئيس الحياة وملك الدهور. اللهم يا من تكسو له كل ركبة ما في السماوات وما على الأرض وما تحت الأرض، الذي كل ما غزلول وخاضع تحت خضوع قديم ملكه، الذي تمجده الأجناد الملائكية والطغمات السمائية والطبائع العقلية بصوت لا يسكت ناطق بإلوهياته، واسررت بنا نحن أيضا الضعفاء الأرضيين أن نخدمك، لا من أجل نقاوة أيدينا لأننا لم نفعل الصلاح على الأرض، بل مريدا أن تعطينا نحن البائسين غير المستحقين من طهرك. اقبلنا إليك أيها الصالح محب البشر، إذ ند من مذبحك المقدس ككثرات رحماتك، واجعلنا أهلا للسلام السماء اللائق بلاهوتك والمملوء خلاصا، لنعطيه بعضنا لبعض بمحبة كاملة، ونقبل بعضنا بعضا بقبلة مقدسة. صلوا من أجل السلام الكامل والمحبة والقبلة الطاهرة الرسولية. يا رب مرزولة رافضة لمخافة، ولا بفكر غاش مملوء من شر الخائن، غير متفقة نياتنا في الخبث، بل برغبة أنفسنا وتهليل قلوبنا، إذ لنا العلامة العظيمة الكاملة التي لمحبة ابنك الوحيد، ولا تطرحنا نحن عبيدك من أجل دنس خطايانا،
لأنك أنت العارف كخالق قبلتنا أنه ليس مولود امرأة يتزكى أمامك. فاجعلنا إذن أهلا يا سيدنا بقلب طاهر ونفس مملوءة من نعمتك أن نقف أمامك ونقدم لك هذه الصعيدة المقدسة الناطقة الروحانية غير الدموية، صفحا لزلاتنا وغفرانا لجهلات شعبك، لأنك أنت هو إله رؤوف متحن. قبلوا بعضكم بعضا بقبلة مقدسة. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب ارحم. نعم يا رب الذي هو يسوع المسيح ابن الله الحي، اسمعنا ارحمنا. تقدموا، تقدموا على هذا الرسم، قفوا بخوف ورعدة، وإلى الشرق انظروا ننصر شفاعة والدة الإله القديسة مريم. يا رب نعم لنا بمغفرة خطايانا، نسجد لك أيها المسيح مع أبيك الصالح والروح القدس، لأنك أتيت وخلصتنا. رحمة سلام ذبيحة وعادل، لأنه حقا بالحقيقة مستحق وعادل. أيها الكائن السيد الرب إله الحق، الكائن قبل الظهور والمالك إلى الآباد، الساكن في الأعالي والناظر إلى المتواضعات، الذي خلق السماء والأرض والبحر وكل ما فيها، أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي خلقت الكل به ما يرى وما لا يرى، الجالس على كرسي مجده، المسجود له جميع القوات المقدسة. أيها الجنوس كفوا، الذي
يقف أمامه الملائكة ورؤساء الملائكة الرئاسات والسلاطين والكراسي والربوبيات والقوة وإلى أركن زوره أنت هو الذي يقف حولك الشاربيم الممتلئون أعيونا والسرافيم ذوي الستة الأجنحة يسبحون على الدوام بغير سكوت قائلين نون ست الشاربيم يسجدون لك والسرافيم يمجدونك صارخين قائلين قدوس 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 رب السبعون السماء والأرض مملوءتان من مجدك قدوس 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 بالحقيقة أيها الرب إلهنا الذي جبلنا وخلقنا ووضعنا في فردوس النعيم وعندما خلفنا وصيتك بغواية الحية سقطنا من الحياة الأبدية ونفينا من فردوس النعيم فلم تتركنا عنك أيضا إلى الانقضاء بل تعهدتنا دائما بأنبيائك القديسين في آخر الأيام ظهرت لنا نحن الجلوس في الظلمة وظلال الموت بابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح هذا الذي من الروح القدس ومن العذراء القديسة مريم وعلمنا طرق الخلاص منعما لنا بالميلاد الفوقاني الذي من الماء والروح جعلنا له شعبا مجتمعا سيارنا طهارا بروحك القدوس هذا الذي أحب خاصته الذين في العالم وأسلم ذاته فداء عنا إلى الموت الذي تملك علينا هذا الذي كنا ممسكين به مبيعين من قبل خطايانا نزل إلى الجحيم من قبل الصليب حقا نؤمن من الأموات في اليوم الثالث وصعد السماء وتجلس عن يمينك يا والآب ورسم يوما للمجازة هذا الذي يظهر فيه اليد المسكونة بالعدل ويجازي كل واحد فواحد كنحو أعماله كرحمتك يا رب وليس كخطايا السر العظيم الذي للتقوى لأنه فيما هو راسم أن يسلم نفسه للموت عن حياة العالم أخذ خبزا على يدي الطائرتين اللتين بالعيب ولد نسين الطوبويتين المحييتين أؤمن أن هذا هو بالحقيقة
آمين. أفقش تبشويت في هاروك بتبو بنيوت بنوتي أو ابن بنتون بن طاب شب موت آمين. في اسمه ورو آمين. في إرقاق يزن أمو آمين. بسم منك أمولغو منك زل سازو آمين. أفتي فني تنوفن أجيوس ماسيتيس أون أبوستولوسس أواب إفغو إموس جيتشي أومي بولن ختفتيرو فاي غربي بصومتو نباش في جنسنون من كميشن ستيف إبكو إبولن تنين نوبي فاي أرد فيبا إرف مبي فاي بخن غوم اسمي آمي وهكذا الكيس أيضا بعد عشاء مزج من خمر وماء وشكرا آمين وبركها آمين وقدسها القديسين ورسل أطهار قائلان خذوا واشربوا منها كلكم لأن هذا هو دم الذي للعهد الجديد الذي يسفك عنكم وعن كثيرين يعطى لمغفرة الخطايا هذا اصنعوه لذاكرين هذا هو أيضا بالحقيقة آمين تأكلون من هذا الخبز وتشربون من هذه الكاس تبشرون بموتي وتعترفون بقيامتي وتذكروني إلى أن أجي آمين 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 بموتك يا رب بنبشر وبقيامتك المقدسة وصوتنا تعرف نسبح نبارك نشكرك يا رب ونتضرع إلهنا ففيما نحن أيضا نصنع ذكر آلام المقدسة
وقيامته من الأموات وصعوده إلى السماوات وجلوس عن يمينك أيها الآب وظهور الثاني الآتي من السماوات المخوف المملوء مجدا نقرب لك قرابينك من الذي لك على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال اسجد لله بخوف ورعدات نسبحك نباركك نخدمك نسجد لك ابروس خومين امين باي اوي كمان تب اي فن صوم اي فقواب انت تينا خطايا وحياة أبدية لمن يتناول منه يا رب رحم يا رب رحم يا رب رحم نسألك أيها المسيح لأن ثبت أساس الكنيسة يا رب رحم وحدانية القلب التي للمحبة فلتتأصل فينا كيريا ليسون لأن مبر الإيمان سهل لنا طريق التقوى يا رب رحم أرعى تضبطهم والذين أرعونهم ثبتهم كيريا ليسون أعطي بها للإكليروس نسكا للرهبان والراهبان يا رب رحم طهارة للذين في البتولية حياة صالحة للذين في الزيجة كيريا ليسون رحمة للذين في التوبة صلاة الأغنياء يا رب رحم للفضلاء مؤونة للمساكين كيريا ليسون الشيوخ قوم والذين في الحداثة أدبهم يا رب رحم غير المؤمنين ردهم لإن قد افترقت الكنيسة كيريا ليسون هل تعظم أهل البدع ونحن كلنا حسبنا في وحدانية الطاقوى يا رب رحم يا رب رحم يا رب رحم لعلنا مستحقين كلنا يا سيدنا تناول من قدساتك طهارة لأنفسنا أجسادنا أرواحنا لكي نكون جسدا واحدا روحا واحدا نجد نصيبا وميراثا مع جميع القديسين الذين أفضوك منذ البدء اذكر يا رب سلام كنيستك الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية صلوا من أجل سلام الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية كنيسة الله الأرثوذكسية يا رب التي اقتنيتها لك بالدم الكريم الذي لمسيحك احفظها بسلام وكل الاساقف الارثوذكسيين الذين فيها
أولا نذكر يا رب أبانا الطبا والمكرم رئيس العصبة أكد البابا تودروس الثاني. صلوا من أجل رئيس كانتنا البابا المعظم الأنبا تودروس الثاني بابا بطريرك ورئيس ساقفة المدينة العظمى الإسكندرية وسائر ساقفتنا الأرثوذكسيين. يا رب ارحم. والذين يفصلون معه كلمة الحق باستقامة أنعم بهم على كنيستك المقدسة يرعون قطيعك بسلام. اذكر يا رب القمامسة والقدس وسادة الأرثوذكسيين والشمامسة. صلوا من أجل القمامسة والقدس والشمامسة والأبزقنين والسبعة غمار كنيسة إلا. يا رب ارحم. وكل الخدام وكل الذين في البتولية وطهارة كل شعبك المؤمن اذكر يا رب ان ترحمنا كلنا معا. ارحمنا يا الله لا ضابطا الكون. اذكر يا رب خلاص هذا الموضع المقدس الذي لك كل المواضع وكل ديارات آبائنا الأرثوذكسيين. صلوا من أجل خلاص العالم ومدينتنا هذه وسائر المدن والأقاليم والجزائر والأديورة. يا رب ارحم. والساكنين في تفضل يا رب أهوية السماء ثمرات الأرض في هذه السنة باركها. اطلبوا عن أهوية السماء وثمرات الأرض والشجر والكروم وكل شجرة مرافق كل المسكونة لكي يباركها المسيح إلهنا وكملها سالمة بغير آفة ويغفر لنا خطايانا. يا رب ارحم. يا رب ارحم. يا كمقدارها كنعمتك فرح وجه الأرض ليروى حصها ولتكسر أثمارها أعدها للزرع والحصاد دبر حياتنا كما يليق بارك إكليل السنة بصلاحك من أجل فقراء شعبك من أجل الأرملة واليتيم والغريب والضيف من أجلنا كلنا نحن الذين نرجوك ونطلب اسمك القدوس لأن عين الكل تترجاك أنت الذي تعطيهم طعامهم في حين حسن اصنع معنا حسب صلاحك يا معطيا طعاما لكل جسد املأ قلوبنا فرحا ونعيما لكي نحن أيضا إذ يكون لنا الكفاف في كل حين نزداد في كل عمل صالح. يا رب ارحم. اذكر يا رب الذين قدموا لك هذه القرابين والذين قدمت عنهم والذين قدمت بواسطتهم أعطهم كلهم الأجر السماوي. صلوا من أجل هذه القرابين المقدسة الكريمة وتقدماتنا والذين قدموا ارحم.
بشي صوصاني بنت بكمونو جيني سنشيري اسرين ارجفير ابيرف مي فنتيني سوا بنتاك أريكا تقسن بشلويس انتك إرف مي في النس وابتيرو اتفرا لك الجنبيني نيوتيس واب ني بطريرشيس ني بروفيتيس ني أبوستولوس ني رفهي أويش ني فأنجلستيس ني مارتيروس ني أمولوجيتيس ني مبني فماني فين إن اسمي اتفقو كيفول إن فناتي إن هوزيسيس وابس من أوت وين برسينو سنسيوني فين تيس أوتوكوسس وابتي آجي يا ماريا سيتا سكفيف نوتي بلوسخن أميس نبي أجيوس يوانس ببرودروموس بابتستيس ومارتيروس نبي أجيوس ستيفانوس بارشيز يكونوس ومي بروتو مارتيروس نبي سيوريموس إف أنجلستيس ماركوس بابوستولوس سواب وهم مارتيروس نبي باتيرشيس سواب سيفيروس نبي نصاق ديسكوروس نبي أجيوس أساناسوس بابوستوليكوس نبي أجيوس بيتروس يرو مارتيروس بارشي إيريفس نبي أجيوس يوانس بخرزوستوموس نبي أجيوس سودوسيوس نبي أجيوس سوفيلوس نبي أجيوس ديمتريوس نبي أجيوس كيريلوس نبي أجيوس باسيليوس نبي أجيوس غريغوريوس بيسولوغوس نبي أجيوس غريغوريوس بيساف ماتروس نبي أجيوس غريغوريوس بأرمينيوس نبي شم تشمي تشمي تفصوتي خنيكي نبي شتي فينتي كوستانتيني بوليس نبي سناف شنتي إيفسوس وابان الصديق العظيم الأنبا أنطونيوس والبار أنبا بولا والثلاث أنبا مقالات القديسين وجميع أولادهم لباس الصانيب وابان أنبا يحصل قموس ببشو البار الرجل الكامل حبيب مخلصنا الصانيب ليح وابانا بابولا طموه وحسقيانة الميز وسيدة إلى أبوين القديسين روميا المكسموس ودوماديوس وتسعة أربعين شهيدا شخشيهات والقول أنبا موسى أحنس كمال قيس وابانا بضنيان القموس وابانا بزوزوروس القيس وابانا ببخوم صاحب الشركة أنبا تدرس الميزة وابانا الأنبا شنود رئيس المتوحدين وأنبا ويصة الميزة وابانا الأنبا برام وسقف الفيوم والجيزة والقمص مخيل البحيرة الميزة وابانا البابا كيرلوس السادس والأرشدياكون حبيب جيرجيس وكل مصاف قديسيك هؤلاء الذين بسؤالاتهم وطلباتهم ارحمنا كلنا معا وانقذنا من أجل اسمك القدوس الذي ضعي علينا القارئون فليقول أسماء أبائنا البطارقة القديسين الذين رقدوا الرب ينيح نفوسهم أجمعين واغفر لنا خطايانا وهؤلاء وكل واحد يا رب الذين ذكرنا أسماءهم والذين لم نذكرهم الذين في فكر كل واحد منا والذين ليسوا فينا الذين رقدوا وتنيحوا في الإيمان بالمسيح ومن بينهم نفس عبدك المرحوم سمير حبيب ميخائيل والمرحوم سامي زكي المرحوم متري جندي والمرحوم جرجس غبريال المرحوم رفعت يوسف والمرحوم مجدي يوسف المرحوم نور سعد حنا والمرحوم يوسف عبد الله والمرحومة سماح منير والمرحومة صباح منير المرحومة نبيل يوسف والمرحومة زكية إسرائيل جرفجيس المرحومة فايزة فريد تدرس والمرحوم أديب غبريال والمرحومة رسمية عطا الله والمرحومة نذين توفيق والمرحوم سيفين وجيه
تفضل يا رب نيح نفوسهم أجمعين في أحضن أبينا القديسين إبراهيم وأسحاق ويعقوب في موضع خضر على ماء الراحة في فردوس النعيم، الموضع الذي هرب منه الحزن والكآبة والتنهد في نور قديسين يا رب أخذت نفوسهم نيحهم في فردوس النعيم في كرة الأحياء إلى الأبد في أورشليم السمائية في ذلك الموضع، ونحن أيضا الغرباء في هذا المكان احفظنا في إيمانك وانعم لنا بسلامك إلى التمام كما كان كذا يكون من جيل إلى جيل وإلى دار الدهور آمين. واهدنا إلى ملكوتك لكي بهذا كما أيضا في كل شيء يتمجد ويتبارك ويرتفع اسمك العظيم القدوس في كل شيء كريم ومبارك مع يسوع المسيح ابنك الحبيب والروح القدوس إيريني باسي كتب نعماتي صور. وأيضا فلنشكر الله دا بكل أب ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح لأنه جعلنا أهلا الآن أن نقف في هذا الموضع المقدس ونرفع أيدينا إلى فوق ونخدم اسمه القدوس. هو أيضا فلنسأله أن يجعلنا مستحقين لشركة وصعود أسرار الإلهية الغير إيتاء. آمين. الجسد المقدس نسجد لجسدك المقدس ودم الكريم ولدمك الكريم اللذان لمسيح ضابط الكل الرب إلى هنا. آمين آمين. صلوا يا رب ارحم. السلام لجميعكم ولروحك أيضا. سيد الرب الإله ضابط الكل الذي أرسل ابنه الوحيد إلى العالم
علمنا الناموس والوصايا المكتوبة في الإنجيل المقدس، وعلمنا أن الصوم والصلاة هما اللذان يخرجان الشياطين، إذ قال أن هذا الجنس لا يخرج بشيء إلا بالصلاة والصوم. كيني يا نيسون، كيني يا نيسون يا رب رحام. الصوم والصلاة هما اللذان رفع إلي إلى السماء وخلص دانيال من جب الأسود. الصوم والصلاة هما اللذان عمل بهما موسى حتى أخذ الناموس والوصايا المكتوبة بأصبع الله. الصوم والصلاة هما اللذان عمل بهما فارحمهم الله وغفر لهم خطاياهم ورفع غضبه عنهم. كيني يا ليسون، كيني يا ليسون يا رب رحام. الصوم والصلاة هما اللذان عمل بهما الأنبياء وتنبأوا من أجل مجيء المسيح قبل مجيئه بأجيال كثيرة. الصوم والصلاة هما اللذان عمل بهما الرسل وبشروا في جميع الأمم وصيروهم مسيحيين وعمدوهم باسم الأب والابن والروح القدس. الصوم والصلاة هما اللذان عمل بهما الشهداء حتى سفكوا دماءهم من أجل اسم المسيح الذي اعترف اعتراف الحسن أمام بيلاطس البنطي. الصوم والصلاة هما اللذان عمل بهما الأبرار والصديقون ولباس الصليب وسكنوا في الجبال والبراري وشقوق الأرض من أجل عظم محبتهم في ملك المسيح. كيني يا نيسون، كيني يا نيسون يا رب أيضا فلنصم عن كل شر بطهارة وبر ونتقدم إلى هذه الذبيحة المقدسة ونتناول منها بشكر لكي بقلب طاهر ونفس مستنيرة ووجه غير مخزي وإيمان بلا رياء ومحبة كاملة ورجاء ثابت نكسر بدالة بغير خوف أن ندعوك يا الله الآب القدوس الذي في السماوات ونقول أبانا الذي في السماوات تقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا الذي الغد أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين. بالمسيح يسوع
سكون للرب أمامك يا رب اجتماعاتنا باركها معكم نصد بخاف الله امين امين كريا ليسون كريا ليسون كريا ليسون القدسات القديسين مبارك ربي يسوع المسيح وقدوس الروح القدس امين واحد والاب القدوس واحد والابن القدوس واحد هو الروح القدس امين السلام لجميعكم ولروحك ايضا جسد مقدس ودم كريم حقيقي ليسوع المسيح ابن الهنا امين امين مقدس وكريم جسد ودم حقيقي ليسوع المسيح ابن الهنا امين جسد ودمع عمانوئيل إلهنا هذا هو بالحقيقة آمين حقا نؤمن آمين 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 واعترف إلى النفس الأخير أن هذا هو الجسد المحيي الذي ابنك الوحيد ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح أخذه من سيدتنا ملكتنا كلنا والد الإله القديسة الطاهرة مريم وجعله واحدا مع لاهوته بغير اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير واعترف الاعتراف الحسن أمام بيلاطس البنطي وسلموا عنا على خشبة الصليب المقدسة بإرادة واحدة عنا كلنا بالحقيقة ومن أن لاهوته لم يفارق ناسوته لحظة واحدة ولا طرفة عين يعطى عنا خلاصا وغفرانا للخطايا وحياة أبدية نتناول منه أؤمن 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 أن هذا بالحقيقة آمين 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 أؤمن 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 أن هذا هو بالحقيقة أمين اطلبوا عنا وعن كل المسيحيين الذين قالوا لنا من أجلهم أن نذكره آية الرب سلام ومحبة ربنا يسوع المسيح معكم رتلوا بنشيد الليل ويا صلوا من أجل التناول باستحقاق من هذه الأسرار المقدسة الطاهرة السمائية يا رب رحم زوج صار سيكي